بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن حاجة من أهم الحاجات اللي في لغة الجافا سكريبت، وهي ويندو ميثود اسمها سيت تايم اوت. سيت تايم اوت من الحاجات اللي أنت 100% تستخدمها في أي مشروع جافا سكريبت متقدم ليك. سيت تايم اوت لو جمعتها مع الأفكار والحاجات اللي أنت اتعلمتها قبل كده في لغة الجافا سكريبت هتطلع بأفكار خرافية، خرافية جدا كمان. طيب ايه وظيفة الست تايم اوت؟ تعالوا نكتب مع بعض كده السنتاكس ونشوف الست تايم اوت بتعمل ايه. ست تايم اوت، ست تايم اوت بيطلب مني فانكشن وبيطلب مني مل سكندز وبيطلب مني برام 1 برام 2 برام 3. كل دي باراميتر انت بتمررها للفانكشن، مش هتفرق معانا في حاجة. انا عايزك تعرف الفانكشن والمل سكند، هما دول عناصر الست تايم اوت اللي انت تشتغل بيهم 100%. الباقي برضه هنعمل عليه امثله، لكن التركيز كله هيكون على العناصر الاجباريه اللي هي فانكشن وميل سكند. دول اجباري ان انت تكتبهم، ده اختياري براحتك. بالمنطق كده اي فانكشن في الدنيا تشوف السنتاكس بتاعها مش محتاج حد يقول لك مين الاجباري ومين الاختياري. بالمنطق مين الفانكشن اللي هينفذها وفين كم عدد الثواني اللي هيقعدهم، فلازم اكتب الاثنين طبيعي. طيب ايه وظيفة الست تايم اوت؟ وظيفة الست تايم اوت انه يخلي الكود يستنى عدد ميل سكندز معين قبل ما ينفذ الفانكشن دي، بس بكل بساطة. طب تعالوا نعمل مثال عليها. هقول له ست تايم اوت، هعمل ست تايم اوت، جوه الست تايم اوت طالب مني حاجتين، فانكشن، اهي دي الفانكشن، جميل. بعد الفانكشن طالب مني ايه؟ طالب مني عدد الميل سكند، جميل. هقول له 3000 ميل سكند اللي هم 3 سكندز، وجوه الفانكشن طبعا بنكتب دايما زي ما انتم عارفين اليوز ستريكت، وهبدا اقول له ايه هي الفانكشن. انا هقعد 3 ثواني عشان انفذ حاجه معينه. ايه هي الحاجه دي؟ الحاجه دي ان انا اخليه مثلا يكتب في الكونسول رساله معينه، مثلا على سبيل المثال اخليه يكتب كلمه هالو افتر 3 سكندز مثلا، على سبيل المثال. طيب يعني انت عايز تقول لي ان انا دلوقتي هروح اعمل ريفريش في الصفحه استنى 3 ثواني يروح كاتب لي الكلمه دي الجمله دي في الكونسول؟ بالظبط، ريلود اهو واستنى 1 2 3 راح كاتب لي هالو افتر 3 سكند، يعني نفذ لي الفانكشن دي اللي انا حاططها له دي اهي بعد عدد الميل سكند اللي اديته له. يبقى ادي الفانكشن وادي الميل سكند. طيب الفانكشن دي يا جماعه انت مش شرط تكتبها جوه الست تايم اوت على طول، الفانكشن دي ممكن تكون موجوده عندك اصلا في الصفحه. ازاي الكلام ده؟ هات الفانكشن دي كده زي ما هي هنا، بس هنسميها مثلا رايت مسج، على سبيل المثال سميت الفانكشن انا رايت مسج، وهاجي هنا بدل ما اكتب له الفانكشن كامله اكتبها له كده، اقول له ست تايم اوت اسم الفانكشن عدد الميل سكند بس، والفانكشن موجوده فوق زي ما هي كتبتها اهي كامله. راح هو هنا هيستنى 3 ثواني عشان يكتب الفانكشن دي او يعمل اكسكيوت للفانكشن دي. لاحظوا معايا يا جماعه ان الفانكشن بكتب اسمها من غير الاقواس او البارنتسيس اللي بعد الفانكشن. طيب ريلود كده ونتفرج هل في حاجه اختلفت او هيحصل حاجه. زي ما انتم شايفين بعت الكلام اهو للكونسول وكل حاجه سليمه وماشيه صح زي ما هي، مفيش اي مشكله خالص. يبقى احنا عرفنا ازاي الفانكشن بتتكتب جوه على طول جوه السايت سيت تايم اوت، او ان الفانكشن تكون موجوده بالشكل ده وتنفذها انت هنا. طيب جميل جدا. سيت تايم اوت دي يا جماعه لو انا حطيتها في متغير سميه مثلا ماي تايم بيساوي، وروح كده اشوف حاجه مثلا نشوف هيحصل ايه دلوقتي. كتب لي هنا رساله اهو وعايز اقول له مثلا ماي تايم، ماي تايم رجع لي رقم واحد، واحد ده هو الاي دي او الريتيرن اللي بيرجع لي من فانكشن السيت تايم اوت. طب ايه فايدته الواحد او ايه فايدته النمبر اللي بيرجع ده؟ عشان النمبر ده انت هتعتمد عليه عشان توقف السيت تايم اوت ده لو انت حابب ان انت توقفه، وده اللي هنتعلمه في الكلير تايم اوت اللي هو ده. انا عايز قبل ما الاكشن دي تتنفذ عايز يكون عندي زرار لو دوست عليه يوقف الاكشن دي، عايزها تقف. طيب جميل جدا، هعمل انا هنا زرار هنا بوتون اي دي بيساوي كليك، مش محتاجين يا جماعه الدبل ولا السنجل كوتس، احنا قلنا السنتاكس بتاع ال HTML5 مش محتاج تكتبها زي كده. عندي زرار اسمه كليك، حلو، هنعرف الزرار ده فوق var my button بيساوي document.get element by id
اسم الاي دي بتاعي، كليك ده الزرار بتاعي اهو اسمه ماي بوتون، وعايز الماي بوتون ده انا ادوس عليه ماي بوتون دوت اون كليك يساوي فانكشن. الماي بوتون ده يا جماعه لما ادوس عليه هيحصل فانكشن معينه. ايه هي الفانكشن دي؟ تعالوا نشوف هيعمل ايه. هقول له انا كلير تايم اوت، انا عايز اقول لما ادوس على الزرار ده الغي التايم اوت اللي انا عملت له السيت فوق. طب هو هيعرف منين التايم اوت اللي انا عايز الغيه؟ انا عندي 20 تايم اوت، سيت تايم اوت في الصفحه، عندي 20 اكشن معمولين بالسيت تايم اوت. هو هيعرف منين انا عايز اوقف مين؟ من الرقم اللي احنا رجعناه ده لما عملته في متغير بالشكل ده. فانا هجيب الماي تايم ده واقول له كلير تايم اوت لمين؟ للماي تايم. ده هيحصل امتى الكلام ده؟ لما ادوس على الزرار اللي اسمه كليك، الزرار اللي اسمه ماي بوتون ده اللي هو ليه اي دي اسمه كليك، لما ادوس عليه تتلغي الموضوع ده. طيب نشوف السيناريو كده كالتالي. دلوقتي انا هعمل ريفريش، بعد 3 ثواني هستنى 3 ثواني هتتنفذ الفانكشن دي اللي هي بتكتب في الكونسول الكلام ده. لكن لو انا دوست على الزرار قبل الثلاث ثواني هيلغي التايم اوت ده، فالفانكشن دي مش هتتنفذ خالص. تعالوا نجرب مره نستنى ومره ندوس. انا هستنى 3 ثواني اشوف هيحصل ايه. كتب لي هلو افتر 3 سكند، هعمل ريلود وادوس على الكليك. دوست على الكليك هو دلوقتي شال السيت تايم اوت اللي احنا عملناه. لو قعدنا من هنا لحد العيد الاضحى اللي جاي مش هيعمل حاجه، خلاص السيت تايم اوت اتشال لان انا دوست على الزرار. لما دوست على الزرار عمل كلير تايم اوت للماي تايم. يبقى الكلير تايم اوت بيطلب منك الاي دي بتاع السيت تايم اوت، اقول له كلير تايم اوت، وهنا اقول له اي دي اور نمبر اوف سيت تايم اوت، بيطلب منك الاي دي او النمبر بتاع السيت تايم اوت عشان يوقفه. طبعا في حالات كتير جدا انت هتحتاج الكلير تايم اوت، لما تكون بتعمل كاونتر، عداد، حاجات كتير جدا. ولما تتعلم السيت انترفال في الدرس الجاي ان شاء الله هتلاقي برضو نفس القصه دي، الكلير انترفال برضو هينفعك. ان انا عايز العداد لما يوصل لعدد معين يعمل كلير بقى، خلاص وقف الكود انا مش عايزه يكمل. ممكن في حالات كتير تحتاج ان انت توقف السيت تايم اوت. انت بتعد بعد 20 ثانيه هيحصل حاجه معينه. طب انا بشيك جوه الكود ده جوه الفانكشن دي على كلمه معينه الشخص بيكتبها، فهقول له لو كتب الكلمه دي كلير تايم اوت، وقف التايم اوت، خلاص الشخص كتب الكلمه اللي انا عايزها، فمش محتاج السيت تايم اوت تكمل. لكن طول ما هو ما بيكتبهاش خلي السيت تايم اوت ماشيه، وبعد عدد الثواني اللي انا حددته له نفذ الفانكشن بتاعتك. كده عرفنا يعني ايه سيت تايم اوت ويعني ايه كلير تايم اوت. طبعا مش محتاج اقول لكم ان انت كده بس فهمتها، لكن الاف الامثله هتشوفها بتتعامل بالسيت تايم اوت. واوعدكم ان البلاي ليست بتاعه الجافا سكريبت توتوريالز هيكون فيها عدد يعني كبير جدا ان شاء الله في امثله هتستعمل فيها السيت تايم اوت والدروس اللي جايه كمان. يا رب يا جماعه الدرس يكون بسيط وسهل وعجبكم، ركزوا فيه وعيدوه مره واثنين لان السيت تايم اوت مهمه جدا. يا رب الدرس يكون بسيط وسهل وعجبكم، اشوفكم ان شاء الله في الدرس الجاي وشكرا.